تحية من القلب بوجه لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا. المجلة الصحية برنامج بيطلع عليكم يوميا بكل فقراته مع ضيوفه المميزين. بالبداية بدي أذكركم كون فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر إيميل برنامج. مختبرات الصحة العامة أو المختبرات الصحية بتشتغل كخط الدفاع الأول لحماية الناس ضد الأمراض والمخاطر الصحية الأخرى، وهذه المختبرات بتشتغل بالتعاون مع غيرها من أنظمة Public Health لتقدم الفحوصات التشخيصية السريرية ومراقبة الأمراض والفحوصات البيئية والإشعاعية، وبتقدم الدعم بحالة الطوارئ والبحوث التطبيقية والتدريبات المختبرية وغيرها من الخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية. دائما ما يكون علماء مختبرات الصحة العامة متخصصون بفرع واحد أو أكثر من التخصصات العلمية وذوي مهارات عالية بالأعمال المخبرية، وهم يتحلون بالقدرة على تكريس خبراتهم بحل المشاكل المعقدة يلي بتأثر على صحة الإنسان. نذهب إلى المختبر الدم، نلقي التحية، بياخذوا منا عينة وبعد أقل من 24 ساعة بنحصل على نتيجة. كوليسترول زائد، فقر دم هائل، سكري إضافي، فيتامين دي ناقص، خلل بعمل الكبد، التهاب ظاهر. لكن هل سألنا أو سألتوا أنفسكم عن صوابية النتيجة؟ هل أصحاب فحص الدم في تحديد أصابوا في تحديد فحص الدم أو العلل اللي فيه؟ هل نركن له وأيدينا بالمياه الباردة مثل ما بنقول؟ وهل العاملون بالمختبر عندهم كل إذا بدك الاستعدادات بهذه المهمة الدقيقة؟ ومن يحدد أساس طبيعة هذه الأداء وهذه الأهلية؟ وسؤال آخر قد يرح يمكن، ما معنى الطبيب المخبري؟ كل هالتفاصيل حنشوفها مع ضيفنا. بسرنا استضيف بحلقه اليوم معي باستوديو دكتور زياد معلوف. اهلا وسهلا فيك دكتور، حضرتك اختصاصي بعلم الاحياء وعلوم مخبريه، اهلا وسهلا فيك ضيف ببرنامجنا. ميرسي، اهلا فيك. اليوم دكتور حنستفيد من وجودك ضيف بالمجله الصحيه، لطالما الهدف من برنامجنا هو توعيه المشاهدين حول كل المشاكل يلي ممكن نواجهها بحياتنا اليوميه ان كانت بارادتنا أو خارج عن إرادتنا. اليوم معك حنغلغل بالمختبر حتى نشوف حقيقة نحن مع مين عم نشتغل، مع مين عم نحط كل ثقتنا، هل عم نحصل على نتيجة جيدة أو لا بالفقرة الأولى. بالفقرة الثانية حننتقل، لأنه بتخيل الصحة الداخلية هي كمان من الصحة الخارجية والجمال، وهذا الشيء بيكمل الواحد الثاني. واليوم ما فينا نقول بس جمال خارجي، فينا نقول كمان صحة وجمال داخلي. اليوم حنكمل بالفقرة الثانية كمان عن معك، نشوف هل الأشياء الجديدة اللي ممكن نحن نعملها من ناحية تجميلية، هنحكي شوي بوتوكس فيلر، نحكي شدوج، نحكي عن ليزر، هلا نشوف مع السمار الليزر سلاريوم كل هولي، ولكن بالفقرة الثانية. خليني بالأهم اليوم بموضوع حلقتي، طالما حكينا عن المختبرات اليوم سمعنا عدة أمور بمال جديد أو هالمعلومات اللي ما بيعرفوها كتير المشاهدين. قدي فينا نوثق وقدي فينا ما نوثق، وين لازم نروح وعن مين لازم نسأل؟ طبيعي بالمختبرات دائما في فحوصات بتنعمل، بتروح على مختبر تعطي دمك وبتفلي. نعم. هالدم اللي عم تحطيه بالمختبر بساله بنقول مرحبا كمان، بنلقي التحيه في اوقات ما بنقول مرحبا لما بنعرف حدا جوا، يعني هون الابشع. فالتعاطي مع المختبر هو تعاطي بده يكون في عامل الثقه. إذا فقد عامل الثقة ممكن إنك تاخذي نتيجة تطلعي تقري فيها ما تصدق الموجود، تقولي معقول أنا يطلع معي هيك ومعقول يطلع معي هيك، صحيح. معقول أنا يكون معي سكري، لا ما معي سكري، ما عم حس، إلى آخره. فعامل الثقة وعامل الثقة هيدا ما بيتحدد بمجرد ما إنه يكون في مختبر ويكون في ديكور ويكون في طل للمختبر وإضاءة وإلى آخره، مش هيدا المطلوب. بقلب المختبر مفروض يكون في شروط، وهالشروط هيدي تتوافر من خلال وجود طبيب مختبر مجاز ومتخصص بإدارة المختبر وبالعلوم المخبرية متواجد بقلب المختبر. نعم. وبيشرف على إجراء الفحوصات وبيشرف على التقنيين يلي هن أيضا تقنيين مجازين، فبتصير العملية وبصير العمل داخل المختبر عمل صحيح وعمل بصب بالخانة يلي بتقدر تولد لك الثقة وتعطيك اندفاع على انك تعملي فحوصاتك بهالمختبر. بس اليوم ثقتك بالاخر هي بتنطلق بمعرفتك بالاخر، يعني انا اذا عندي طبيب بروح لعنده لاني بوثق فيه وبعرفه،
صحيح. اليوم انا اذا بدي اروح على مختبر انا ما بعرف العاملين داخل المختبر، ايفن ما بعرف المسؤول يمكن عن المختبر او حتى طبيب أنا المختبر. معك 100%. اليوم على شو بدي استند يعني؟ اي جوده؟ لعدة عوامل يعني. اليوم العامل عامل الثقه بالمختبر يعني ما في يفوت على المختبر انا اشوف على شو عم بيشتغلوا مثلا، ما في يفوت على المختبر بقول لهم بليز عرفوني على حالكم اذا بخلق هيدي الثقه ايه او لا. في شيء من برا بالمختبرات يختلف عن الاخرين من الاختصاصات، انه انا بدي اوثق بشيء، شو هو؟ عمل المختبر هو بالنتيجه صيت. نعم. يعني المختبر يلي هو مختبر بنبلش فيه انه مختبر مرخص. نعم. ومختبر شرعي. أوكي. ومختبر قائم ومتوافره فيه الشروط ومطابق للمواصفات، بنبلش من هون. اذا هالمختبر هودي الشروط متوافرين فيه، ساعتها هالمختبر هيدا المفروض يصير عنده صيت. هالصيت هيدا ما رح يتوافر وين ما كان، رح يتوافر بالاخص لدى الاطباء يلي هن مجاورين ولا هن بالمنطقه حوالي هالمختبر هيدا. طبعاً. الاطباء يلي هن مجاورين لهالمختبر هن مجربين هالمختبر. نعم. يعني هن عندهم مريض اثنين ثلاثه اجوا على هالمختبر، انتبهوا هالاطباء اذا هالمختبر هيدا فحوصاته دقيقه بتتطابق مع الوضعيه السريريه ومع الفحص السريري او ما بتتطابق. مره على مره الطبيب يلي بيعين بعيادته بصير يعرف اذا هالمختبر هيدا جدير بالثقه او منه جدير بالثقه. هيدي من ناحيه. نعم. من ثاني ناحيه المريض يلي بيجرب هالمختبر مرة واثنين وبيعرف انه اذا هالمختبر هيدا عطاه نتيجة مطابقة للواقع يلي هو فيه، اذا كان عنده خلل ما هالخلل هيدا قدر يتابع بشكل صحيح وبشكل علمي وبشكل موضوعي، او اذا هالمختبر هيدا عم يعطي نتائج منا مطابقة للواقع. كمان هيدي كمان بتولد عامل الثقة وعامل الصيت يلي هو الصيت الحسن للمختبر. الإضافة أكيد لعدة أمور أخرى، منها أيضا شركات التأمين يلي بيصير عندها ثقة بالمختبر. أكيد. يلي بتجري فحوصات لمرضاها بالمختبر بيصير عندها ثقة أكتر. مجرد ما أنه هالعالم هيدي يلي حوالي المختبر تقدر تاخد فكرة عن هالمختبر أنه نتائجه صحيحة ودقيقة ومظبوطة، بتصير هي لوحدها تكون هي عامل تجديد عمل المختبر وتوسيع عمل وانتشار صيت المختبر، ويصير المختبر واسع على مستوى. هدي النقاط اللي حكيتهم حضرتك دكتور زياد هن اللي بيعطوا الجودة العالية لهيدا المختبر؟ هول النقاط هن نتيجة للجودة الموجودة بقلب المختبر. يعني قبل ما أنه نوصل لهون، قبل ما يكون في ثقة من طبيب أو ثقة من مريض أو ثقة من أي طرف آخر، بده يكون في باز، بده يكون في اساس بقلب المختبر. هالاساس بده يكون موجود من خلال العمل اليومي يلي هو الرقابه واللي هو التحاليل المضبوطه واللي هو المتابعه الدقيقه لكل فحص بفحصه بقلب المختبر. هيدا عمل يومي، هيدا منه عمل بيجي بكشف او بيجي بساعه معينه او نهار بالسنه بيكون. هيدا عمل ببلش كل يوم من 7 الصبح للساعة 4 أو للساعة 6 بعد الظهر، الدوام الكامل للمختبر. هذا العمل هو نتيجة مواظبة على تحديد مكامن الخطأ بالقلب المختبر، على تصحيحها، على تصويب الأمور، على إنتاج نوعية أفضل يوم بعد يوم بعد يوم. هذا اللي لازم ينتظره المريض يلي طالب هالفحوصات من هذا المختبر. صحيح. وهيدا عمل صاحب المختبر يلي هو مفروض يكون طبيب مختبر ومجاز وعنده أهلية وقدرة علمية ليقدر يصوب عمل مختبره بالاتجاه الصح. طيب اليوم دكتور أكيد حضرتك بتعرف لأنه حضرتك صاحب مختبر. صحيح. بدي أقوله أنه نحن بس نروح نعمل فحص أيا كان الفحص أوقات نحس فيه اختلاف بالنتيجة. صحيح. من هذا المختبر لهذا المختبر يمكن بيقولوا لنا لأنه نحن معيار اللي بنحطه يختلف عن هذا المعيار، مع أنه لازم يكون واحد وبروتوكول واحد بتخيل لنتيجة واحدة. أوكي؟ اليوم فسر لي بس مظبوط لأنا أقدر أوضح للمشاهدين أنه أنا إذا رحت على إكس لابوراتوار أو إجريك لابوراتوار ليش تختلف النتيجة؟ صحيح. في بعض الفحوصات إلى معيار موحد، يعني في بأمريكا، في بأوروبا جمعيات علمية بتحدد أصول وتفاصيل المعايير. نعم. للفحوصات المعينة اللي نحن نجريها بقلب المختبرات. هيدي في إلى جدول. في فحوصات كثيرة عندها معيار موحد عالمي، يعني بعطيك مثل مثل فحص السكري. نعم. فحص الكوليسترول. نعم. فحص الأسيد الريك، فحص الملوحات إلى آخره. بس في بعض الفحوصات ما توصلت الجمعيات العالمية العلمية
يلي هي بتحدد المعايير ما توصلت على اتفاق واحد وعلى وجهة نظر واحدة لتحديد معيار واحد لبعض الفحوصات. وأكثر هذه الفحوصات هي فحوصات بتتعلق بالمناعة ضد الفيروسات أو بالفحوصات أو بالمعدل المناعة يلي بيحمي الإنسان تما تعود هالبكتيريا أو هالفيروس يفوت على قلب دمه، إلا معايير خاصة وكل بلد بيقدر يحط معيار خاص فيه. بعطيكي كمثال آخر أنه ما فينا نوحد كل المعايير، هي فحوصات الحساسية، لأنه كل بلد في بيئة معينة منعيش فيها، هالمعايير هيدي بتختلف من بلد لآخر. في يكون عندك حساسية أنت بقلب مدينة نيويورك على مادة معينة، وهيدي المادة إذا بتعمليها بقلب بيروت تكون مختلفة كتير، ما تقدر تلقطيها أو تلقطي شيء شبيه لألا يكون هو غير شيء خالص. فهيدي المعايير منا موحدة بهالإطار هيدا، بس بالإطار الفحوصات الروتين، يعني الفحوصات يلي هي العاديين يلي بتنعمل كل يوم وعددت لك بعض منها، المعايير موحدة على الأكيد موحدة. وهون الفروقات بين مختبر والتاني أكيد بتدل على أنه في أحد المختبرات صاير معه خطأ، والخطأ ما ضروري يكون من خلال إجراء الفحص. في ثلاث مراحل للفحص الدم، في المرحلة اللي بنسميها هي ما قبل إجراء الفحص، وهون في وارد الخطأ فيها، وفي يصير معنا أي شيء بقلب سحب الدم ومن خلال سحب الدم والوعاء اللي عم نحط فيه الدم التيوب إلى آخره، هون ممكن يصير غلط. في أكيد المرحلة الإجرائية اللي إجراء الفحص يلي هي بقلب المختبر، وفي المرحلة اللي ما بعد إجراء فحص الدم يلي هي خطأ مطبعي، خطأ بإعطاء نتيجة أو بإيصال نتيجة عبر الهاتف، أو عبر ممكن يصير في أي خطأ هون من خلال تشابه أسماء أو إلى آخره. فلذلك ثلاث مراحل الخطأ واردين، والخطأ موجود دائما، ما في إنسان بيعمل ما بيخطئ، بس ولكن المعايير وتحديد المعايير يلي نحن حكينا فيها هيدي معايير إلى أصولها، وفي بعض المعايير منا موحدة، وفي بعض الفحوصات بتصير وبتصير بقلب مدينة بيروت وعنا بلبنان بتفرق بين مريضة بين مختبر ومختبر، بين جون وزق مصبح بتفرق، وروحي على مختبرات بقلب باريس بتفرق النتيجة بين مختبر ومختبر. يعني أنا لازم أتكل بس على هالنتيجة، مش لازم أقارن بنتيجة أخرى. وقت اللي بيصير في خلل بالمعايير ساعتها هون في قواعد، يعني بيقولوا لك انه اذا في معيار بيقول لك انه اذا ما عندك مناعه على فيروس التوكسوبلازموز مره واحده طلع بفحص واحد، مفروض انك تاخذي بعين الاعتبار انه انت ما عندك مناعه. ولو طلع بفحص ثاني بغير طريقه وبغير معيار انه عندك مناعه، مفروض تبني انه انت ما عندك مناعه على التوكسوبلازموز، لانه احتمال كثير كبير انه جسمك ما يكون عنده هالدفاع الكافي، لانه هالمعيار هذا ما اعطاك مناعه، معيار اخر اعطاك ما بتبني عليه، بتبني على ما اعطاك. صح، لانه بتضمن حالك اكثر، بتضمن حالك يعني اكثر، مش بتريح حالك 100%. صح. طيب دكتور، اليوم بنعرف انه وكمان يعني عم جرب قد ما في اسال لوضح عن جد للمشاهد، اليوم حيلا شخص بتلاقى فيه بيقول لك انا بروح على اللابوراتوار انه اخذ الايزو، عرفت؟ أيه. لانه طلع اخر فتره صيت انه ايزو هذا اللابوراتوار، وهي بنعرف نحن مثل كل شيء بالحياه هي فعل تجاري اذا بدك بين هلالين. صحيح. لا تسويق يمكن مختبرات او غير مختبرات، ويمكن تكون مزبوط عنده هالمعايير اللي كثير عاليه وحصل عليها عن جد بشهامه. اوكي. اليوم قديش بتشتغل على قصه الايزو؟ الايزو هي فعلا هي في معايير عالميه للايزو، احنا ما عم نقول انه الايزو هي منا شغله جيده جدا، عم نحكي كيف بياخذها الشخص يعني وشغله، بس الايزو ما بتضمن لك الجوده. يعني الجوده اليوميه بقلب المختبرات منا مضمونه بشهاده ايزو بياخذها المختبر. المختبر بده يكون في جوده عايشه التقني وعايشه الاخصائي كمان، يعني كل يوم بده يكون في بكل حركه عم بتصير بقلب المختبر بده يكون في ضمانه الجوده وتحديد مكان من الخطر. انت هون بتعملي هالجست هيدا، بتعملي هالحركه الصغيره ممكن انه تولد لك خطا بهالفحص بعد ساعه، هيدي هي الضمانه بالجوده. هون الخبره وهون التقنيه وهون القدره على انه يكون في عندك دقه بالنتيجه. الايزو ما بتعطيك دقه بالنتيجه، ما بتقول لك اذا معك شهاده ايزو من مختبر مش معناتها انه هالمختبر هيدا ما بقى يغلط، ومش هيدا بدي اقوله مش اذا اخذت اليوم الورقه بكره في ارجع ابدا ابدا، هي ما لها علاقه بهي. ضمان الجوده اليوميه هو ممارسه يوميه، وهي فعل ارادي وفعل ممارسه مهنه ومسابره بشكل يومي انك تقدر تامني هذه الجوده. الايزو هي اذا بدك انعكاس
بمحل معين انه انت مؤمنه بقلب هالمختبر بشروط الجوده المعينه، فيك تحصلي على الشهاده، فيك تبيني جودتك من خلال هيدي الشهاده، بس ما بيمنع انه اذا معك الشهاده ما بيمنع انه انت ما تكوني عم بتمارسي فعليا جوا، والشهاده عندك اياها بس كمان لتعملي فيها دعايه او تحكي عن حالك بشكل جيد، بس بالواقع يكون هالشيء مختلف ضمنا ومضمونا بقلب المختبر. لو هذا السؤال استفزك شوي بس مجبورة أوضحه. أوقات بيقولوا أنه رحنا على هذا اللابوراتوار، قال لي أنه تعي خذي النتيجة بعد يومين أو بعد ثلاثة أيام مثلا، ولكن كنت بنفس الوقت حدا عمل نفس الفحص ولكن حكيمه حكي مع صاحب اللابوراتوار مشيها بسرعة. ليه عن ناس ثلاثة أيام وناس بسرعة؟ او عن جد في فحوصات بحاجه لهالادوات؟ في فحوصات او في شيء طارئ وفي شيء مش طارئ؟ في فحوصات ما بتتمشى كل يوم بقلب المختبر، يعني في تقنيات بتاخذ وقت معين، يعني هالتقنيات بتاخذ هلا انا صار عندي واسطه عندك واسطه اكيد في تقنيات بتاخذ مثلا 3 ساعات لتعمليها، هالتقنيه هيدي بتمشيها مره بالاسبوع، لذلك التقنيه اللي هو بيشتغل على هالفحص هيدا بيجمع الفحوصات بقلب المختبر، بيجمعهم لنهار بالجمعه وبيخصص هالثلاث ساعات ليقدر يخلص هالتكنيك تبعه. هلا يعني وقت اللي بيصير في مثلا فحص طارئ او بدنا نمشي بسرعه، ما فرضا كنا نحن بدنا نمشي التقنيه نهار الخميس ونهار الثلاثة طرأ عندنا فحص بدنا نتيجته، بنمشيها بدل الخميس الثلاثة، هذا يلي بيصير. يعني اذا في حالات طارئه بتمشوها، بيصير في تفضيل اكيد لانه في حالات طارئه، في فحوصات مضطرين نحصل على نتيجتها بشكل سريع، بس هيدي استثناء يعني بتكون اكيد مش كل يوم فينا نعمل هالاستثناء، لانه كمان في خريطة عمل بدهم يمشوا عليها التقنيين، وفي فحوصات بدها تمشي، ما فينا نوقف كل الفحوصات تنقدر نمشي فحص واحد، لذلك هيدي العملية بتصير بس باستثناء. طيب اليوم صرنا نسمع أكثر بقلب اللابوراتوار عن ماشينات، يعني قبل كنا كان يختلف الوضع قديما كثير، كنا نتكل على الشخص اللي عم بيشتغلنا على هذا الفحص، اليوم لا، صرنا بناخذ بنحط بهالماشين، بتعير الماشين بتعطينا هي نتيجة، قد ايه عندكم ثقة فيها؟ الماشين ما بتمشي لحالها، لا ما بعرف، الماشين ما بتعطي النتيجه لحالها النتيجه يلي بتعطيها الماشين هي طريقه طبعا. اعطاء الـ 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 الطريقه يلي بتمشي فيها طبعا. الماشين هي يلي بتخليك تعطي النتيجه صح او لا أكيد. فلذلك الامر انه الماشين ما هي ضمانه، يعني ما هي ضمانه للجوده ولا ضمانه للنتيجه، الماشين فيها تعطيك نتيجه غلط، نتيجه ما راكبه على بعضها ابدا، فيها تعطيك هي تفكر الماشين انه نتيجتها مزبوطه، يعني الماشين ما تعطيك ولا الارم انه النتيجه غلط أوكي. بس فعليا هي النتيجه تكون غلط، لذلك بين الماشين وبين الواقع في هون عمل المخبري، وهون شطارة العمل المخبري وعمل وسيط المختبر الشاطر يلي بيقدر هو يخلي الماشين تعطي النتيجة الصحيحة بالطريقة الصحيحة بالوضعية الصحيحة يلي هي بتكون محطوطة فيها. فمش حيالله ماشين تنحط وكيف ما كانت تعطي النتيجة صح، أكيد هذا شيء منه مزبوط، ان الماشين هي بتعطي نتائج صحيح، هي بتهين العمل، يعني بدل ما انك اكيد بدل ما انك انت تسحبي وتحطي بالكل كل تيوب لحاله وترجعي تقسميه وترجعي تعملي، الماشين بتعمل هالعمل هذا الروبوتيك صحيح. بس الدماغ يلي بده هو يعطي الدرس للماشين، يلي بده يقول للماشين وين توقف وين تمشي، عند اي حد هي فيها تعطي، عند اي حد هي فيها ما تعطي، وين تعطيكي الارم، وين تقول لك انا بخطر، وين تقول لك انا مني بخطر، هذا عمل الاخصائي المخبري يلي هو عمل كثير كبير. هون الفروقات بتصير بين مختبرات واخرى، هون المختبر بيلقط الغلطه وهون المختبر الثاني ما بيلقط الغلطه، لانه في ماشين نتكل عليها تعمل كل شيء، وفي ماشين نقعد حدا ومنشوف شو عم تعمل ومنراقب عملها. رح نتوقف دكتور زياد معلوف مع فاصل، من بعده عندي بس سؤال واحد بتخيل بموضوع المختبر، ولكن رح انتقل كمان من قديش ممكن صحتك الداخلية تعكس هيدا الشيء على مظهرك الخارجي، وكيف فينا نحسنه اليوم أو نحسنه كمان من خلال التقنيات الجديدة اللي عم نستعملها، لا تأخير الشيخوخة، ما فينا نقول ما فينا نعمل شيخوخة أكيد. ولكن لا تأخيرها قد ما فينا بعد هذا الفاصل. مرسي. The
عودي لكم مشاهدينا حتى نتابع المجلة الصحية مع ضيفنا دكتور زياد معلوف. برجع برحب فيك من جديد دكتور زياد. موضوع حلقتنا بالفقرة الأولى كان عم نحكي عن فيها عن جودة المختبرات حقيقة وقديه نحن كأشخاص لازم نوثق بهذا المختبر وبأهمية خلينا نحكيها مثل ما بيعرفوها الناس نظافة هذا المختبر والنتيجة الإيجابية مش النتيجة السلبية. وهون قديش حقيقة نسأل يمكن أوقات كمان بيطلع صيت على يمكن لابوراتوار ما يكون هالقد بذات أهمية مثل لابوراتوار مش هالقد معروف. صحيح. وهذا الشيء كمان بيسري على كل الأطباء. أوقات بيبقى طبيب ما بنسمع عنه شيء ولكن شاطر كتير. أوقات بنسمع عن كتير أشخاص بنروح لعندهم نتفاجأ بشهرتهم ومش هالقد واصلين. عندي سؤال كتير مهم حاسأله اليوم بالفحوصات اللي عم تعملوها صرتوا هلا مؤخرا اللي هي لها علاقة كتير بالسلامة الغذائية والفحوصات اللي بتنعمل مع هالأشخاص اللي بيشتغلوا بهيدي الأماكن هيدي. شو هن هالفحوصات وليه بتعملوها؟ بسلامة الغذاء في فحوصات كتير مهمة تنعمل للأشخاص يلي هن بيتعاطوا بالأكل، يلي هن بقلب المطابخ، يلي هن بقلب المطاعم إجمالا. مفروض انه ينعملوا فحوصات دوريه كل 3 او كل 6 اشهر ليتاكدوا. اول شيء يتاكدوا انه ما عندهم امراض مثل امراض السلب، ينعملوا صوره صدر، يتاكدوا انه نفسهم والهواء اللي بيطلع من نفسهم هواء نظيف. يتاكدوا اكيد من فحوصات البراز يعني الخروج، ينعمل زرع للخروج، يتاكدوا انه هالبراز هيدا ما في اي امراض معديه ساريه معديه. يتاكدوا ايضا من خلال فحص دم، يتاكدوا انه هالاشخاص كمان ما عندهم امراض ساريه وفيروسات بقلب الدم عندهم، لانه ممكن انتقال هالامراض هيدي بالاخص من خلال النفس ومن خلال الخروج ينتقلوا بالايد اكيد بواسطه العاملين بقلب المختبرات وبقلب المطاعم وبقلب المراكز اللي بتتعاطى الغذاء بشكل عام، ينتقلوا من انسان الى اخر. لذلك الفحص الزامي وملزمين فيه يعملوه. هون قد لازم يكون كمان دقيق بالنتيجه، هون لازم يكون كمان كثير دقيق. هون كمان عم نرجع على مشكله انه الدقه بسلسله مترابطه كل مع بعضها. يعني اي خلل بهالسلسله باي حبكه منها ممكن انه السلسله كلها تصير معرضه للخطر. اكيد. رح انتقل سريعا لفقره التغذيه لاختم موضوع الفقره الاولى قصه المختبر لانتقل لا معك نحكي عن هالسنتر البيوتي اللي فينا نستفيد من داخله من اشياء كثيره يلي نحن كلنا بحاجه لها. ما في حدا ما بحاجه الا ما يكون مبسوط هالقد بشكله يعني. دكتور خلينا نفوت سريعا على هالفقره ومنهي. لا جدال انه الطب قد تقدم كثير خلال العقود والسنوات الاخيره ولا سيما بعد استحداث الكثير من الفحوصات والاختبارات المعمليه واللي بتلعب دور رئيسي بتشخيص الامراض وتحديد العلاج المناسب للقضاء عليها. لكن بالرغم من ذلك قد يخفي على الكثير انه ولضمان صحه نتائج هالاختبارات ينبغي اتباع بعض الاحتياطات والتعليمات قبل اجراءها. ومن خلال السطور القادمه رح نقوم بالقاء ضوء على هذا الشان. تحاليل السكر اللي هي اكثر بتخيل تحاليل ممكن تنعمل. بالنسبة للسكر الصائم يشترط الصايم بمدة تقريبا 6 إلى 12 ساعة لازم يكون مش عم بياكل. وعلى العكس ما هو شائع يسمح فقط بشرب الماء بصورة طبيعية تماما أثناء هالفترة من الصيام. أما تحليل السكر الفاطر يلي يتم إجراءه بعد تناول الطعام بساعتين فينبغي احتساب مدة الساعتين من بداية تناول الطعام وليس الانتهاء منه، كما يشترط إتمام تناول الطعام خلال 10 دقائق من بداية الساعتين. ومجرد الانتهاء من تناول الطعام لا يسمح بتناول أي طعام آخر خلال تلك الساعتين فيما عدا المي. هلا شيء صحيح رح نشوفه. تحليل الكوليسترول او الدهون الثلاثيه بالدم يشترط الصيام مده بتتراوح بين 12 ل 16 ساعه وبيسمح بشرب الماء خلال فتره الصيام. زراعه البول يشترط غسل اليد والاعضاء التناسليه بالماء الجاري جيدا ثم نقوم بافراغ اول جزء من البول بدوره المياه على انه يتم وضع الباقي في وعاء معقم بوفره. لازم يكون هالشيء معقم اكيد سابقا ويفضل الامتناع عن تناول اي مضاد حيوي لمده لا تقل عن 48 ساعه قبل اجراء التحليل. عندي سؤال لحضرتك بس هون الاشخاص يلي بيروحوا بيبعتوهم صار في دليفري بتروح على البيت بتاخذ فحص الدم او فحص البول او بينعمل بالمكان هيدا وبيرجع بيجي على لابوراتوار، هون بتضمنوا اللي عم نحكيه هلا؟ الدليفري هو مفروض انه يكون الشخص اللي راح يعمل دليفري معه براد. اوكي. يعني اذا بده يسحب دم بقلب البيت لان في اشخاص ما فيها تتنقل، في اشخاص يمكن عندها مشكله صحيه ما بتقدر تروح على المختبر. أوكي. في اشخاص يمكن عندها التزامات معينه ما بتقدر تتوجه للمختبر نظرا لظروف المكان بعيد او الى اخره. اكيد في ضمانه. هالضمانه هيدي عالميا ما لها شروطها. هالضمانه هيدي لازم يكون في
تقني اكيد مجهز مجهز ببراد ليحفظ الدم فيه ويكون عنده اكيد تواصل مباشر مع المختبر في حال طرا اي شيء معه ليقدر المختبر يحل له المشكله على الطريق. بس اكيد هذا الشيء بينعمل عالميا وصحي. بالنسبه للبول بالنسبه للي حكيته صح، البول اكيد لازم ما يكون في علاج مضاد حيوي ماخوذ قبل 48 ساعه، مفروض كمان يكون في بوعاء معقم ينعطى فيه البول ومفروض ينعمل تواليت يعني ينعمل تنظيف للاعضاء التناسليه قبل ما ينعطى البول، لانه ممكن كثير يكون في بكتيريا موجوده على الاعضاء التناسليه منا داخل البول وتظهر مع البول ويبين كانه البول في بكتيريا، لذلك الامر التنظيف هو ضروره قاعده اساسيه، الوعاء المعقم هي قاعده اساسيه، وعدم اخذ المضادات الحيويه 48 ساعه قبل هي قاعده اساسيه. من الصحة الداخلية للصحة الخارجية اللي هن بيكملوا بعضهم، بتخيل قد ما بتكون صحتك من جوا منيحة قد ما بتعكس هيدا الشيء لمظهرك الخارجي. الجمال سبب الصحة. فوالا يعني لما أنا بكون ما عندي كوليسترول ما عندي تريجليسير رح يكون شكلي كتير منيح، رح تكون صحتي منيحة، إذا كنت ما بدخن ما عندي مشاكل تانية رح يكون وجهي مش أسود، رح يكون في نقي في نضارة في جمال في هيك. اليوم معك بتقدم لنا كتير من الأشياء اللي لازم نقوم فيها نحن، حفوت شوي بكم شغله اللي هلا اكثر شيء يمكن عم بيعملوهم السيدات او حتى الرجال، هن قصه البوتوكس والفيلر. اليوم قديش حقيقه هيدا الشيء عم بيكون عندكم بدون اي مضاعفات مثل ما بنسمعها بغير اماكن؟ بموضوع البوتوكس فيلر صحيحه في اكيد البوتوكس والفيلر بده يقوم يلي بده يعمل البوتوكس والفيلر هو طبيب تجميل اخصائي بالتجميل. الطبيب هيدا بيعرف بالضبط التقنية الصحيحة والسليمة لإجراء الحقن إن كان للبوتوكس أو إن كان للفيلر. مثل ما بنعرف نحن أنه البوتوكس بينعمل على النص الأعلى من الوجه لمحو ملامح العمر أو أو يكون في عنا إشراقة أكثر أو يكون في عنا ضحكة أكيد أوسع أو أنضر مما أنه تكون من دون البوتوكس. الفيلر بينعمل على النصف السفلي من الوجه، بينعمل أكثر شيء للخدود، بينعمل للشفاء تعبئة يعني للتعبئة هو صحيح. هيدا نوع من مواد تقنيا مصنعه، وهالمواد هيدي فيها ضمانه جوده لانه مع شهادات من امريكا FDA ابروفد بتكون او من اوروبا CE ابروفد. تستعمل الوقتيه او البيرمانونت؟ لا يستحسن استعمال الوقتي لانه البيرمانونت ممكن انه يحجر مع الوقت، ممكن انه يعمل اي تفاعل مع الجسم وهالتفاعل هيدا ممكن انه يصير في شيء منه مزبوط. فلذلك البيرمانونت لا منه مستحب، الوقت اكيد احسن بكثير. فاذا قلنا البوتوكس تبع العالم دغري بتقول معبيه بوتوكس بغلطوا بين بوتوكس وفيلر، العالم بيفكروا انه البوتوكس صحيح. يعني هو التعبيه عامله اذا شفاف كبار بيقولوا عامله بوتوكس لا صحيح. هيدا تعبيه الشفاف الكبار هيدا تعبيه فيلر اسمه. البوتوكس هو الجبين الفاتح، هو البوتوكس الجقره يلي متبطل موجوده، هو الحاله يلي بنقدر نطلع بحدا نحس انه شاب اكثر في 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 بيعطي مدى على الحاله، بتحس في جمال في نضاره في مدى، بتحس في شيء غريب خاصه اذا معمول بطريقه عن جد ناعمه وحلوه. يعني مش قلت لك كل هي تقنيه هون صحيح. وهون التقنيه يعني طبيب التجميل الشاطر هو اللي بيقدر يعطيك من خلال اربع خمس حقنات صغار بيعطيك نتيجه فعاله، لانه بيصب لك العضل يلي هو عم بيشد لك على الجقره بيشد لك اياها بشكل كثير فعال وكثير بروفيشنال سحري. يعني بتحسي انت من اول ما خلص الابره معك انه فعلا ضرب محل اللي هو شادد عندك. فهيدا التقنيه هي اساسيه، ما مش مين ما عمل بوتوكس بيعمل بوتوكس بيعطي نتيجه، مشان هيك التقنيه مثل ما عم اقول لك هي اساس، ونوعيه الدواء اللي بتنحط هي اساس. في نوعيات بوتوكس اليوم موجوده بالسوق بس ما لنا نوعيات مدرجه ضمن مسموح فيها من منظمه الصحه العالميه ولا مسموح فيها بالاف دي اي مثل ما حكينا ولا مسموح فيها باوروبا يعني حتى بالفيلر بالاثنين سوا. اكيد بدنا نتاكد من الدواء اللي عم نحطه، بدنا نتاكد من جودته، بدنا نتاكد من الطبيب اللي عم يعملنا الفيلر او البوتوكس، ساعتها بنكون ضمن الاطر وضمن الشروط يلي هي شروط صحيه وسليمه. لا بس في عندكم اخطاء مضاعفات بالنسبه لهذا الموضوع؟
بصراحة قليل كتير الأخطاء بتصير، ممكن يصير حساسية، يعني ممكن إنه يكون عندك حساسية على نوع دواء معين تحطيه يعمل لك حساسية، يعمل لك ردة فعل، بس هذا الشيء ما فيك تعرفيه لأنه أنت عم تحطي دواء ما بتعرفي إذا عندك حساسية عليه أو ما عندك، وفيك تستعملي دواء على مرة واثنين وثلاثة والمرة العاشرة يعمل لك الحساسية. مين عم يشتغل اختصاصيين؟ أخصائيين طبيب تجميل، أخصائية تجميل. خلينا ننتقل لليوم السولاريوم. سولاريوم ليزر بحر، بلش لي بالسولاريوم. السولاريوم بدنا نبلش فيه اكيد لانه قبل ما ننزل على البحر تما ننزل وجسمنا يكون ابيض وتما يكون عندنا اثار اكيد الشتاء الطويل. مش كثير بينصحوا الاطباء بالسولاريوم لمرحله طويله يعني من الوقت. السولاريوم ما بيضر لانه السولاريوم هو نوع من اشعه بتولدها الشمس العادية. أوكي. يعني انت بتتعرضي لأشعة السولاريوم، هالأشعة ذاتها هي عم تتعرضي فيها وقت اللي بتكوني عم تتشمسي على الشاطئ بالبحر، هي ذاتها ما في نوع زيادة فيها. بس ولكن الاستعمال المكثف لها، يعني انت اذا بتستعملي أشعة الشمس وبتقعدي بالشمس كثير، بيقول لك كمان الأطباء انه ما بيسوى تقعدي بالشمس كثير، استعملي إكرام. بس اذا قعدتي 10 مرات بالصيفية على البحر او اذا قعدتي يمكن 20 مرة على البحر 20 نهار على البحر ما راح يضر جسمك، بس اذا بتضلك على طول معرضة للشمس بده يضر جسمك. وكذلك الامر هالشيء ذاته بينطبق على السولاريوم، نفس القاعدة اللي هي بتنطبق على أشعة الشمس تنطبق على السولاريوم، ما في شيء زياده بالسولاريوم بضر باستثناء انه ايه اكيد الاشعه المكثفه والمده الطويله اللي بتقعديها فيها اكيد بدها تضر، بس مين عم يقعد بسولاريوم اكثر من 10 جلسات او من 15 جلسه؟ ما حدا. طيب اليوم الليزر هو عدو الشمس والسمار ما هيك؟ او كان اعتقاد قبل هيدا؟ صحيح صحيح، فعاليه الليزر اقل بكثير بتصير إذا في سمار على الجلدة. الجلدة السمراء هي بتلقط أشعة الليزر قبل ما تلقط الشعرة وتلقط البصلة تبع الشعرة، لذلك الجلد ممكن أنه تتأثر وتحترق وقت اللي بتكون سمراء لأنه عم تلقط عم تسحب ليزر أكثر ما عم تسحب الشعرة ليزر. لذلك المفضل بفصل الصيف إذا الجسم عم بيكون عم بيتعرض لأشعة الشمس المفضل أنه ما ينعمل ليزر عليه، لأنه هالسمار هذا اللي عم ناخده نحن بالبشرة تبعنا عم يسحب الليزر تا يأثر على الجلد أكثر ما يأثر على الشعرة. لذلك منفضل أنه تنكون بالاتجاه، يعني عم نشتغل بالاتجاه السليم والوقائي والأصح، أنه ما نعرض حالنا للليزر مع الشمس. بيتعارضوا مع بعضهم لأنه فعالية الليزر بتقل على الشعرة وبتزيد وبتزيد على الجلدة يلي هي ما لازم يكون في عنا فعالية على الجلدة، الفعالية لأنه مش فعالية، هيدا سايد افكت وهيدا ضرر على الجلدة صار. فما يصير عنا حرقات مفروض أنه ما يكون الجلدة سمرة كتير. لذلك من بفصل الصيفية المناطق يلي هي معرضة لأشعة الشمس ما بنعمل ليزر، بنعمل للمناطق يلي غير معرضة لأشعة الشمس، وهون في مناطق نقدر نشتغل فيها ليزر صحيح. بالصيفية وبالشتوية بنشتغل للوجه ليزر. اليوم في أنواع من الليزر؟ أنواع الليزر، الليزر منه أنواع، الليزر بتحديد الليزر، الليزر هو ضوء مكثف وبيروح باتجاه واحد، هذا تحديد الليزر. الشركات الشركات المصنعة للليزر هي بتقدر تعطي تقنيات مختلفة للليزر ذاته، يعني بتقدر يا الليزر تعطيه تبريد تما يحرق، يا بتقدر تعطيه قوة أكثر، يا بتقدر تعطيه فريكونس يعني يقدر يوصل بسرعة أكثر على على الشعرة. هالتقنيات هيدي هي تقنية على أساس واحد مبنية، بس ولكن في بعض المكانات يلي بتزيل الشعر، هيدي مكانات منها مكانات ليزر ويطلق عليها اسم ليزر بالمفهوم التجاري. بعض الأشخاص بيقولوا نحن عنا مكنة ليزر، بس هيدي ما بتكون ليزر فعلية، هيدي بتكون مكنة بتشتغل على الضوء بس منه الضوء الليزر المكثف اللي هو تحديد الليزر. فلذلك الأمر هون تختلط الناس عليها الأمور وما بتعود تعرف، بتصير تقلك الليزر أنواع، لا الليزر نوع واحد، وماشينات الليزر اللي بتشتغل لإزالة الشعر هي ماشينات مبنية على أساس واحد، بتفرق بتقنية بسيطة بين ماشين والتانية مثل ما قلت لك، بس ما بتفرق أكيد بأنواع بالليزر. لا طيب دكتور بعد عندي 4 دقائق بدي أحكي فيهم عن شيء كثير مهم. نحن اليوم موسم صيف وموسم أعراس، وبتعرف نحن السيدات بدنا كل شيء على السريع، وقبل عرسنا ب4 أيام بدنا يكون وجهنا صار نضر وفي جمال، وبس يطلعوا فينا يقولوا واو.
اليوم هل مظبوط انه في جلسات كولاجين وميزوثيرابي بيساعدوا على هيدي النضاره باسرع وقت اكيد ممكن؟ اكيد، بس مش باربع ايام، بدنا نحضر للعرس، بده يكون نحضر. اكيد قبل بشهر باكج لازم يكون باكج بينعمل اكيد للوجه علاج قبل بشهر وشهر ونص حتى قبل العرس، بينعمل للوجه علاجات، اول شيء بنبلش بتنظيف الوجه اكيد، بنفتح المسام، بنفتح كل المسام تبع الجلده، بنخلي هالجلده تصير نظيفه، هيدي واحد. اثنين، بنبلش لها علاجات بالميزوثيرابي، الميزوثيرابي اللي هي اعطاء البشره نوعيات من الكولاجين والفيتامين والاشياء الاساسيه اللي بتخلي يصير في عندنا فيها نضاره، وبتصير هالبشره هيدي بشره طريه صحية من ناحيه يعني. صحيه، وايضا بتعطينا عمر اقل من عمرنا الحقيقي. فلذلك العروس اللي بدها تحضر حالها مش قبل اكيد اربع يعني ايام، يعني ما في اجي اقول انا بدي اعمل اربع ايام هولي، لا بدي اقول بدي احضر تامرق بكل هول المراحل لاوصل لوجه اكيد، بده يكون في جلستين ثلاثه ينعملوا هالجلستين ثلاثه، بده يكون في 10 ايام بين جلسه وجلسه، لذلك لازم ينحط بروجرام قبل بشهر. في اعمل كذا شغله مع بعضهم يعني، مثلا فينا نعمل كذا في شغله، اعمل مثلا ميزو، في اعمل كولاجين، في اعمل كريستال، في اعمل فيك تعملي الماسك، فيك تعملي البدلة، كله مع بعضه، كله بينعمل اكيد، لا مش بنفس الجلسة، لا اكيد، بس بينعمل بس ورا بعضه يعني، بيتقسم لا توصل لهيدي النتيجة، تنوصل على نتيجة وناخذ بشرة نضرة. اكيد. شو بتقول للمشاهدين اليوم بقصة الجمال؟ ارجع احكي بعدين عن بالجمال. صراحة موضوع الجمال اليوم صار موضوع عالميا معروف، انه مطلوب اكثر، لذلك نحن بعالمنا العربي انا بقول له مش جمال، ترتيب، هو ترتيب تحسين. صحيح. لذلك بعالمنا العربي نحن صرنا عم نطلبه اكثر، ان كان رجال او ان كان نساء. أكيد. الرجال عم يطلبوه اكثر يوم بعد يوم، لانه عم يعرفوا انه تحسين المظهر هو جزء كثير كبير من نوعيه حياه. أكيد. مثل ما انه نحن بنقتني بنقعد بمنزل مرتب. أكيد. مثل ما انه بنلبس ثياب مرتبين، كذلك لازم يكون مظهرنا وشكلنا مرتب وحلو. فالجمال صار قاعده اساسيه عندنا اياها، بدنا نعيشها يوم بعد يوم. صحيح. بدنا نروح على اكيد على مراكز تجميل، مراكز تجميل صحيح. اكيد متخصصه ومرخصه، واكيد مراكز فيها نوعيه وجوده عالميه معروفه ومضمونه. شو بنقدر بالنسبه للمختبر؟ بالنسبه للمختبرات، الكلام يلي بينقال عن مختبرات فيها فحوصات ومختبرات ضخمه ومختبرات منا كبيره ومختبرات ما فيها دقه، كله بينقال بالسوق، في كثير كلام بينقال. صحيح. بس ولكن نحن لازم نعرف اكيد انه بكل مختبر جيد بده يكون في عناصر، هالعناصر هي بتبلش من طبيب مختبر جيد. صحيح. بتبلش من تقنيين متخصصين، وبتكفي على ممارسة يومية جيدة وسليمة، لذلك نوصل على نتيجة صحيحة. شكرا لك دكتور زياد معلوف، شكرا لحضورك. شكرا ضيف معنا، ان شاء الله نرجع نشوفك ضيف بالمره الثانيه، بنحكي بس فيها عن الجمال، بنحكي عن كل التفاصيل والتقنيات، بنفوت اكثر بدقه وبنعرف اي هو الاشخاص اللي بنسبهم هيدا الشيء، واي اشخاص بنسبهم شيء الاخر، لانه ولا سيده فيها تعمل نفس الشيء اللي بتعمله سيده اخرى حسب هي حالتها ووضعها وجمالها ومظهرها وكل هول. شكرا لك واهلا وسهلا. مشاهدينا لهم تنتهي حلقتنا، بذكركم يكون فيكم تواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر ايميل برنامج موعدنا، بيتجدد بنفس الوقت مع ضيف جديد. الله معكم.